الرحمن الرحيم. أنا اسمي هارون علي رحومة، أعمر من مدينة سبها. في هذا اليوم المبارك السعيد نتوجه إن شاء الله إلى السعودية لقضاء فريضة الحج. والحقيقة يعني اليوم شعورنا شعور جيد، والحجيج كله بصحة جيدة وتمام التمام، وإن شاء الله تكون رحلة موفقة، وإن شاء الله نكمل مناسكنا بالخير ونرجع إلى أرض الوطن سالمين غانمين بإذن الله سبحانه. وبارك الله في القوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة السيد المشير خليفة بن قاسم حفتر على هذا العمل، مساهمتهم في هذا الحجاج هدوما اللي الآن قاصدين الشابين وعزائز وعسكريين قدماء وناس قدماء تستاهل الحج وتستاهل التكريم. بارك الله فيهم ونشكرهم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحاج سالم سعد عبد العالي الواطي من مدينة سلوق، تبعية كتيبة 210 مشائلية. نحب نشكر كل من ساهم في أداء فريضة الحج، وخص بالذكر كل شاب ضحى بنفسه من أجل مثل هذا الموقف. ونشكر القيادة العامة على رأسها المشير خليفة بن قاسم حفتر، وكذلك نشكر الأخ آمر كتيبة 210 خالد أبو منصور، بارك الله فيه، وبارك الله في الأخ فرج القبي كذلك، كل ما ساهم في أن سالم اللواطي يؤدي فريضة الحج. نشكره ونسأل الله أن يعظمهم الأجر، ونسأل الله أن ييسر لكل حجاج اللي بيهم بشكل عام. محمد بن هول من منطقة البيثاء، ونشكروكم وبارك الله فيكم، وإن شاء الله كنا عنتم طيبين، ونتمنى عليكم الخير والسعادة والراحة لنا ولكم، وبارك الله فيكم. يوم تنفرج بيت الله إن شاء الله بإذن الله يوم تنفرج. تشكر الفضل هذا أولا. الحمد لله، نشكر القيادة العامة ونشكر الشهداء، ذلنا الشهداء اللي جابوا لنا تقدمنا إلى بيت الله. وبارك الله فيكم وكل عام طيبين ان شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسأل الله ان ربي يبارك في القيادة العامة وفي سيادة المشير وفي جيشنا، ونسأل الله ان يصلح حال البلاد والعباد، نسأل الله ان يصلح حال البلاد والعباد ويثبت الجيش، وينصرنا الله على الخوارج، وينصرنا الله على اهل يفسدوا في البلاد، ونسأل الله ان ربي يبارك لنا في كل خطوة، يسر الله بلادنا ويرحم موتانا ويشفي جرحانا، ويرحم موتانا ويشفي جرحانا. والله من الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلامتكم وراحة الوطن وسلامة الأسلام كلها، وإن شاء الله كل مسلم بخير، وفرج الله على كل مكروب، ويرزق الله كل متشوق بذرية يا ربي، وإن شاء الله ربي يتقبل دعانا للأسلام كلها ووطننا وراحة وطننا وجيشنا وسلامة جيشنا وسلامة حفتر وجيشها. ان شاء الله بطولة عمركم يا باتي وسلامتكم يا ابي. تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا جتنا الدعوة، يعني الحقيقة عمل منظم ورائع جدا، جانا عن طريق رسائل عن طريق الواتساب، كل واحد جدول الرحلة متاعه ورقم التسجيل متاعه ووقت الحضور إلى قاعة
الاستقبال الحجيج وهي قاعة ليلة العمر، والحقيقة كان استقبال رائع ومريح وسلس، ورعينا مساعدة لكل الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم إعاقات والناس اللي خدمات يعني فوق الحقيقة جيدة جدا، ممتازة 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 ومريحة بالنسبة للحجاج. أيضا فيه خدمات يعني من ناحية تقديم جميع أنواع العصائر وجميع أنواع الحلويات وجميع أنواع المرطبات وجميع أنواع أيضا يوزعوا في المطويات التي توضح للحاج مناسك الحج وسياق وتسلسل إجراءات الحج. نفس الشيء المحاضرات من المشرفين على الحج ويوضحوا في كل الأسئلة من أي حاج عن أي يستفسر عن أي شيء. الحقيقة يعني روعة لأول مرة نحن نلاحظ هذه الاهتمام وهذه الخدمات، وهذه الحاج يعني لا يشعر بأي نوع من التعب، ينزل بين سيارته كأنه قاعد في مربوعة ولا في حوشة، ويطلع إن شاء الله من القاعة للحافلة ومن الحافلة إن شاء الله على الطيارة على طول. فوفقهم الله وبارك الله فيكم ونتمنى لكم بالتوفيق، ومشكورين جدا على هذه الخدمات، وفعلا يعني سندعو لكم إن شاء الله في الأماكن المقدسة بالتوفيق والنجاح، وسدد الله خطاكم وميزان حسناتكم إن شاء الله. طبعا نشكر جدا القيادة العامة لقوات المسلحة العربية الليبية وجهاز طارق اللي مشرف على هذا العمل صراحة، وهو اللي قام بهذه الإجراءات وهو اللي مكلف هذه الشركات، فنحن ممنونين جدا جدا ونشكر لهم هذا العمل ونتمنى لهم التوفيق دائما يا رب العالمين. نشكرهم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر القياده العامه على راس سيدي المشير كان حرب على تحت الفرصه لذهابنا لارض الخير الحج ان شاء الله، وكان تنسيق يعني جيد وبارك الله فيهم، ونشكر الحكومه ونشكر جميع القيادات اللي تحت الفرصه وذهابنا ان شاء الله لحج بيت الله الحرام. بارك الله فيكم جميعا وبارك الله فيك كونا مالك على تقديتك، وان شاء الله باذن الله نحن منطلقين اليوم ان شاء الله الى ارض الخير ديار الخير ان شاء الله مكه ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. كيف شفت التجهيزات من ناحيه الفحوصات الطبيه وكل شيء؟ اللهم بارك يعني كان تجهيز على اكمل وجه، اللهم بارك يعني كرم القياده العامه ومن دعم وطواري ودكاتره ما شاء الله يعني اللهم بارك. بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن قاعدين في صالة الانتظار إن شاء الله، متوكلين بإذن الله إلى المملكة السعودية مكة لإداء فريضة الحج. وصراحة التجهيزات والترتيبات اللي قام بها جهاز طارق وزياد ممتازة جدا، الحجاج كلهم في أريحية تامة، مبسوطين فرحانين، جميع الإمكانيات متوفرة، وإن شاء الله حتى غادي عندهم الترتيبات اللي موفرة لهم جهات الترقيزيات حتى هي جيدة ممتازة حسب ما قالوا لنا المشرفين، والإمكانيات كلها من ناحية الإجراءات ومن ناحية المأكولات والمشروبات ومن ناحية التطعيم ومن ناحية المشرفين كلها سلسة وجيدة، وحتى المحاضرات يعطوا فيهم يوروا فيهم كيف اداء فريضة الحج ومناسك الحج، قاعدين يقوموا بالورو في الناس اللي فكرتها بسيطة، والحمد لله الأمور متيسرة إن شاء الله، وربي يحفظ الله الجميع وربي يعود علينا بالأمن والاستقرار لدولتنا ليبيا بالكامل من الشرق الغرب الجنوب، وإن شاء الله ربي يوفقكم ويحفظكم الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكر سيد القائد العام المشير كان خليفة حفتر على الدعوة الكريمة لإداء فريضة الحج، هذا ليس غريب على سيد القائد العام الله يحفظه اللي كرمنا بإداء فريضة الحج، ونتمنى له طول الصحة والعافية، وإن شاء الله الحمد لله بعد ما انتصرت ثورة الكرامة أو الآن ثورة الإعمار والبلاد تشهد فيها بلادنا وخاصة المنطقة الشرقية كلها، فنتمنى من الجميع الوقوف مع القيادة العامة وسيد القائد العام، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل القائد العام وتضحيات الشهداء ما كنا في هذا الوضع، فنتمنى له طول العمر والصحة والسعادة وإن شاء الله دائما إلى تقدم وإلى تقدم. كما نشكر شركة ديار الخير على حسن الاستقبال والاهتمام
يعني بصراحة الإنسان يشعر بالفخر إن في هذه الخدمات الممتازة وهذه الرعاية الممتازة. فنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ورحمة الله الشهداء الكرامة، وحفظ الله السيد القائد العام، وحفظ الله بلادنا. شكرا. نشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم انطلاق الفوج الأول لرحلات الحج خاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والحكومة الليبية برئاسة السيد دكتور أسامة محمد. الشكر موصول للجميع على كل التعاون. الآن نحن موفرين خدمات طبية وموفرين المناخ المناسب لحجاج بيت الله الحرام. من هنا يتم كافة الإجراءات ثم يغادروا إلى مطار بنينة قاعة صالة متاع برنيق، والخطوط الناقلة هي شركة البرنيق. يطلع من هنا بكافة إجراءاتهم، يقوموا بعمليات الأمنية والتفتيش بشكل سريع غادي في القاعة، ومن ثم يصعدوا الطيارة ويحرموا إن شاء الله يعني متوجهين إلى جدة. وفقنا الله، وشكر كبير يعود لقائد عام قوات المسلحة مشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر على ما توجيهاته وعلى متابعته. شكرا لاستجابة الحكومة معنا في بعض الإجراءات. نحن الآن إن شاء الله متواصلة رحلات الحج خلال فترة لمدة أسبوع كل يوم بمعدل رحلتين، وإن شاء الله رب العالمين يوصلهم الله طيبين. جوازك في يدك.